السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مهم اليوم غادي نحضر معكم صوص بولونياز بالنسبه للناس اللي كيبغيو الصوص كياكلوا لي بات بزاف. نحضر معكم الطريقه ديالي في الصوص بولونياز، اشني كنحتاج اللي كيكون ساهل وكيجي لذيذ وبمكونات بسيطه. اول حاجه غادي نحتاج واحد البصله موايا، عندي هنايا الكفته يعني القدر اللي بغيتو نتوما. هنايا عندي واحد الطوماط فغيش وحده، عندي الطوماط سوغيز على هذا الشكل، عندي الكزبر ومعدنوس، وعندي هنا الكرافس والحبق. بالنسبه في التوابل اشني غنحتاج هي الملحه، زيت الزيتون ضروري ومؤكد، يعني لي بات ما يجيش زوين الصوص ما يجيش زوين بلا زيت، غير الملحه والابزار. وعندي هذا الصوص طوماط ناتيور، وعندي هذاك اولا. لما لقيتوش اولا تقدروا ديروا، انا عز عليا السوليس ولكن ما لقيتوش غادي نستعمل اولا. وعندي هنا واحد جوج فصوص ديال الثومه مقطعين هكا على طول. هنايا شديت اول حاجه هي الزيت في المقله، نضيف عليه الثومه خلاص، عطيت ديك الريحه ديال الثومه في زيت العود. وبالنسبه للناس اللي ما تياكلوش الثومه يتفادوها، تقدروا ديروا الثومه بودر. المهم هنا غادي ندوز نقطع البصله. هذا هي كيوجد. وبالنسبه لي باطرا نتوما تقدروا ديروا اي نوع بغيتوا، يا طاكلياتيل ولا سباغيتي ولا اي نوع ديال لي بات. المهم حبوباتي بعد ما درت البصله درت معاها حتى الكفته، خليت البصله حتى بدات واحد شوي صافي، درت الكفته. انا دابا كنحرك فيها على هذا الشكل باش تجيني الكفته ما تبقاش هذيك الكفته مجموعه. دابا غنضيف الملح والابزار ونسد عليها نخليها طيب مازال شويه. هذا نجي نضيف المرحله ديال نضيف مطيشه، نتوما عارفين مطيشه راه دغيا غير كطيب ما كتطلبش واحد الوقت بزاف. ها نتوما الكفته كامله تكركات صافي. غنضيف دابا الملح والابزار ونسد عليها نخليها طيب ونرجع معاكم. دابا بعد ما قطعت هاد الكفته البصله كاع مبقاش كتبان بزاف، غادي نزيد شويه زيت الزيتون صافي، وغنضيف هاد المطيشه اللي عندي. ما تشرى دغيا كطيب البنات ما تعطلش. مبغيتش ديروا هذاك الورق الغار ضيفوه. صافي غنسد على هاد العناصر ونخليهم يطيبوا. دابا نتوما بعد ما طابت صافي مطيشه الكفته كيتحمرت، دابا غادي نزيد هاد الصوص.
منهم الطماطم وهذه اولى. هنحركها وغدا نضيف واحد الكاس ديال الماء. غنضيف هاد الكرافس اللي عندي وراقي والحبق وراقي سوا وراقي جوج ورقات. هذاك شويه القزبر ومعدنوس كيبقى اختياري حتى الاخير، انا ما غنديروش دابا، دابا غادي نضيف الماء ونرجع معكم. المهم حبوباتي كما كتشوفوا على عينيكم صافي، دابا بعد ما بدا داك الصوص كيعقد بهذا الشكل. ها انتوما بعدا غنضيف هذاك القزبر ومعدنوس من الفوق، حضو معايا راه كيبقى يطير على هذا الشكل. دابا غنطفي عليه وغنخليه على جنب ونحضر لي بات. المهم لي بات راه نصور لكم البلا في الاخير الشكل ديالو كيفاش جا، يعني لي بات راكم كلشي كيعرف يسلقها. انا غندير سباغيتي، شوف النوع اللي غندير، انا 100% غندير سباغيتي، كنسلقو في شويه الماء طيب مع شويه زيت العود والملح فقط، هادشي باش كنسلق انا لي بات. دابا الصوص هاي عندي جاهزه. المهم غتشوفوا ملي غنحضر البلا النهائي راكم غتشوفوا معايا في الفيديو. صافي نطفي على هذا وحتى نطيب وملي نبغي نفيلمي لكم كيفاش جا. حبوباتي كما شفتوا انايا هنا درت سلقت لي بات حطيتها على هذا الشكل. دابا صافي غادي عندي ديجا هنايا كما شفتوا فروماج، هذا فروماج بارميزون، يعني هو اللي يصلح اللي كيعجبني. نتوما كان يعجبكم شي فروماج اخر راكم تقدروا ديروه. الصوص حتى هو القدر اللي بغيتو، كنتو كتبغوا بزاف ديال الصوص راه ديروا بزاف، كنتو تبغوا شويه راكم غديروا غير شويه. صافي على هذا الشكل ريزونطاسيون انا غندير على هذا الشكل. هنايا عندي واحد الوريقه ديال الحبق هكذا فروماج كنتو كتبغيوه. المهم هذا هو البلا على هذا الشكل، كيجي رائع هائل. بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم جربوا هذه الطريقه كتجي زوينه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم مع وصفه اخرى. وبسلامه عليكم وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم.